مقابله ديال المغرب الفاسي كان هزيمه اللي غير مقبوله بتاتا بالنسبه لي انا كمدرب ومسؤول على الفريق من ناحيه التقنيه. دوزنا اسبوع كان فيه توتر باش الجمهور ديالنا يعرف الداخل ديال الفريق، كان توتر كبير ما بيني وبين اللاعبين مجموعه كامله، لان ما نقبلش الهزيمه بديك الطريقه غير مقبوله. تجاوزنا المرحله، تجاوزناها، لان النقاش والتوتر، ملي كنقول التوتر والنقاش كيكون صحي في صالح فريق رجاء بني ملال. ما يمكنليش انا نحابي لعاب على لعاب، اللي يمكن له يلتزم التعليمات هو اللي يمكن له انا نعطيه التوني. ما يمكن يكون صاحبي شي واحد برا التيران، مي داخل الملعب عندي لعابه بحال اللي كيف زكتوني هو اللي غادي يلعب. المقابله اليوم لعبنا مع فريق اللي كان موتيفي، مو فريق قوي، شفنا راه عذبنا شويه ولكن حنا اللي عطيناه الهدف، خدمنا دوماج. كاين دي كونسين ما كيتحترموش، بن عدي عرفناه هو الدينامو ديال ليكيب، كان خصنا ندير لي انا الماركاج من ديبي ديال الماتش، طلقناه راه شتي لي كاليتي ديال اللعاب، اون فراب مزيانه جابنا البيت الحمد لله. كنت كان عندي تخوف انا الدراري ينهاروا من الناحيه الذهنيه، ولكن بقينا بوسينا ورجعنا في الماتش وقدرنا اننا ناخذ 3 بوان اللي كانت ما سهلاش، وكاع لي ماتش اللي باقيين كيتسناو بني ملال، لان غادي يلعبوا مع لادفيرسير ديريكت ديالنا وغنلعبوا مع دي زادفيرسير اخرين. كاين دي زادفيرسير اللي غادي موتيفيو ضدنا، غادي يوقفونا. ايوا حنا حتى حنا واجدين. كنظن ان اللعابه ديالي كنشكرهم بزاف، مكتب مسير اللي معايا، اخوان كاملين سي محمد والناس ديال المكتب، كنا كنضاربوا في اتجاه واحد هو اننا لوبجيكتيف كان هو باش نبقاو في قسم وطني الثاني، مي طموح كبير ديال الجمهور. كنظن ان الامكانيات الماديه جاوا في الوقت في هذا الاسبوع هذا، وكانت بكثره اللي يمكن تسد الحاجيات ديالنا باش نحميو راسنا ان شاء الله. لا جاوا الفلوس، انا اللي الواحد مني راني خدمت بني منال، ما كانش فلوس ما كان والو، وصبرت وضحيت الاخوان على كل شيء كيعرف هذا الشيء باش ان بني منال ما طيحش ليا في يدي. الحمد لله حنا في المرتبه الثانيه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كان واحد الجمهور ديالي حنا حتى لاخر ماتش الا كان شي حاجه من الدات ديالنا نعطيوها لبني منال باش طلع، راه غطلع ان شاء الله.